نظمت مديرية الصحة بالغربية حملة تبرع بالدم للأشقاء الفلسطينيين. شهدت الحملة توافد أعداد كبيرة من المواطنين للتبرع بالدم تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالوقوف بجانب الإخوة الفلسطينيين، موجهين الشكر للدولة وللقيادة السياسية المصرية للوقوف بجانب الفلسطينيين في الأزمة الحالية. بنشوف شروط التبرع، هل ينطبق له او لا، وبنقيس له الضغط وبنقيس له الهيموجلوبين بتاعه، بنشوفه مناسب او مش مناسب، وبعد كده بناخد منه كيس. وطبعا الكلام ده بيكون فيه استبيان، هو بيجاوب عليه وخلاص. الحملة التبرع بالدم اللي نقدر نعمله لاخواتنا الفلسطينيين هو دعمهم بالدم، دعمهم بالقوافل الطبيه، دعمهم بالقوافل الغذائيه. شعب مصر هيفضل طول عمره واقف ضد جنب القضيه الفلسطينيه. ندعم ونفوض سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اتخاذ الإجراء الذي يراه وفقا للمعلومات والرؤية بتاعته، وندعمه في أي إجراء ممكن ياخده.